إلى جرمانة أن عدة قذائف صاروخية أصابت مبنى سكنيا قرب مدرسة ابتدائية في حي الحمصي، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة في المكان وانهيار أجزاء كبيرة من المبنى، حيث تواصل عناصر الدفاع المدني عمليات الإنقاذ. وعلمت الإخبارية أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث في أسباب انهيار المبنى في جرمانة، حيث تتضارب الأنباء عن نوعية الصواريخ المستخدمة والتي تسببت باستشهاد عدد من المواطنين.